لنا الالتزام، دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري، مش بس حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث استقر الجهاز الفني للفريق الأول الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على السفر إلى الإسماعيلية يوم الخميس المقبل للدخول في معسكر مغلق ولمدة 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك المرتقبة والتي تقام في 14 السبت المقبل في بطولة الدوري العام. ويحتاج رجال طائرة الأهلي إلى الفوز على الزمالك بأي نتيجة لتأكيد تتويجه بدرع الدوري العام. ويؤدي الفريق تدريباته اليوم على فترتين في صالة النادي تحت قيادة المدير الفني محمد مصلحي، والذي يسعى إلى تجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك. قال ياسر صلاح مدرب الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إنه سعيد بنجاح الفريق في مواصلة انتصاراته في دور السوبر، وذلك بعد الفوز على الطيران أمس السبت في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة النادي الأهلي بالجزيرة. وأضاف: نواجه ضغوطا كبيرة في المباريات الأخيرة، ولكننا قادرون على مواجهة هذه الأمور والتعامل مع كل مباراة على حدة. وذكر مدرب سيدات يد الأهلي أن الفريق يضع نصب عينيه أيضا الاستعداد لبطولة إفريقيا المقبلة. قال بهاء البنا مدرب فريق ناشئات طائرة الأهلي 16 سنة إنه سعيد بنجاح فريقه في تحقيق فوزه الأول في الدوري قبل النهائي ببطولة الجمهورية أمام نظيره وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بصالة الشهداء بالنادي الأهلي. وأضاف: اللاعبات قدمنا مباراة كبيرة أمس أمام وادي دجلة، ونجحنا في حسم المباراة لصالحهن بثلاثة أشواط نظيفة في خطوة جيدة في مشوار بطولة الجمهورية. وأوضح أن الفريق يتطلع لتكرار الفوز الأربعاء المقبل على المقاولون في المباراة التي تجمع الفريقين على صالة النادي الأهلي بالجزيرة لمواصلة الانتصارات قبل مواجهة الجولة الثالثة أمام فريق هليوبلس. سمح حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي للاعبات الفريق بالخروج في جولة حرة على هامش معسكر الفريق المقام حاليا في سلوفينيا. واستمرت الجولة الحرة لمدة ساعتين، قام الفريق خلالها بزيارة أحد المولات التجارية بجانب التقاط الصور التذكارية في مناطق الجليد، وذلك لكسر روتين التدريبات اليومية التي يخوضها الفريق. ويستعد الفريق لخوض منافسات بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 16 من مارس المقبل. عبر علي هاشم مدرب فريق شباب السلة بالنادي الأهلي 18 سنة عن سعادته بقيادة فريقه لتحقيق الفوز على طلائع الجيش أمس السبت والتتويج ببطولة منطقة القاهرة.
وأضاف أن اللاعبين قدموا عروضا قوية واستحقوا لقب البطولة، مؤكدا أن اللقب يعد تتويجا للجهد المبذول من الجميع منذ انطلاق الموسم. وقرر هاشم منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام استعدادا لخوض منافسات تمهيد بطولة الجمهورية في 3 مارس المقبل. ونتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال للجهاز الفني واللاعبين عقب تتويجه بالبطولة. ده الجيل الواعد الصاعد اللي هيمثلنا إن شاء الله في درجة أولى أعتقد مش أكتر من 2 سنين، وده تكملة لمشوار فرق 16 سنة بردك، إن إحنا قدرنا نحصل على الدوري المرتبط. الدوري المرتبط طبعا دي دخل كبير بالناشئين في النادي أو في أي نادي، لأن المرتبط بيساهم في فوز درجة بالبطولة. وطبعا أنا بشكر اللعيبة وبشكر المدربين بتوعنا على ما أنجزوه أو ما حققوه ونتيجة شغل وعرق وعمل. إن شاء الله بإذن الله نكمل الموضوع ببطولات الجمهورية إن شاء الله. لا الحمد لله، يعني ربنا كرم النهاردة، يعني كان جيم بقى يعني الحمد لله اللي هو عدى. طبعا هي فرقة الجيش فرقة كويسة، بس يعني كان المفروض نعمل جيم أحسن من كده، بس الحمد لله جيمات الفاينل دي بتبقى الولاد صغيرين وبتاع، لكن عملوا بطوله كويسه قوي الحمد لله. انا بحييهم طبعا، يعني جيل كويس وجيل محترم، واعتقد اللي هو فيه هيبقى فيه 7-8 بروميسنج لفريق الدرجه الاولى ان شاء الله باذن الله من الجيل ده باذن الله. احنا النهارده ده احنا محطوطين في بريشر، زي ما قلت لك برده ان لو كان حصل حاجه كان هيبقى جيم فاصل، وكان لازم نخلص الجيم النهارده. هو الاداء طبعا يعني الناس اللي موجوده ممكن مش راضي قوي، لكن هي دي الجيمات اللي بتبقى كلوز قوي، مش هتلاقي فيها فنيات كتير، بس الحمد لله الولاد يعني احنا عاملين جود ديفنس 5 ماتشات، يعني الحمد لله انا راضي الحمد لله. والله ده احنا كنا تعبنا قوي وقعدنا نتمرن كتير جدا عشان نوصل لحاجه زي كده، والمجاميع المره دي كانت صعبه وكنا بنحاول نكسب على قد ما نقدر. كنا مش مركزين قوي في اول الماتش عشان كنا يعني كنا تعبانين من الماتش اللي قبله. احنا لعبنا ماتش امبارح، ماتش جامد جدا كان صعب، فالنهارده حاولنا نعمل على قد ما نقدر وركزنا في الماتش والحمد لله كسبنا. بس يعني الحمد لله بعد التعب برضه، ما فيش حد يوصل من غير ما يتعب. يعني كابتن علي هاشم كان بيقول لنا كل يوم ما فيش حد يفضل بص على ماتش واحد، يعني ما حدش يفضل بص على ماتش الجزيره بس، لازم نلعب كل ماتش ونركز في كل ماتش زي الماتشات الباقيه على طول. طبعا هو انجاز، هو اعتيادي بالنسبه للجيل دوت، يعني احنا الحمد لله الجيل دوت يعني احنا دايما بناخد البطوله ديت، فدوت طبعا بس بعد مجهود كبير جدا يعني معانا ومع الكابتن، فيعني الف مبروك والله لينا كلنا. هي المباراه الاخيره احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا ان شاء الله يعني هنخش نلعب جامد جدا، نعمل كل اللي الكوتش قال لنا عليه وناخد الكاس ونمشي، بس يعني حصل شويه تعقيدات في الماتش نفسه فاضطرينا ان احنا نشد اكتر، والحمد لله يعني الكاس كان من نصيبنا. والله كل المباريات كانت صعبه، يعني كل الفرق نفس المستوى، وفي كذا فرقه برضو لعبناها في دور النص النهائي، فحاولنا نحسن من نفسنا يعني احسن من المره اللي فاتت عشان يساعدونا في يعني ان شاء الله في الجمهوريه ناخد ثقه عليهم يعني. وهو كل مباريات صعبه، مفيش مباريات سهله خالص. هو وكمان النادي الاهلي علمنا ان احنا ما ينفعش نستهين بالمنافس، وما ينفعش نعمل اي حاجه اللي هو مثلا يعني ما ينفعش نصعب ماتش على نفسنا، فلازم نلعب بجد وكده. البطوله صعبه جدا، كل فرقه مستوى واحد، ما فيش اختلاف بينهم، وكل ماتش ليه ظروفه. الحمد لله الحمد لله كسبنا، خدنا المركز الاول. اصعب مباراه النهارده كان اصعب مباراه عشان احنا كان قدامنا مباراه الجيش، عشان كان قدامنا فرقه كبيره جدا. الحمد لله كان ماتش صعب، اول مره نلعبهم في الدوري الحمد لله. والله كانت كوسه جدا، بس الحمد لله كنا مستعدين قوي، الفرقه كلها جامده، مفيش فرقه اضعف من فرقه، بس الحمد لله كنا مستعدين من اول البطوله، والحمد لله كل الفرق كسبناها فرق سكور يعني الحمد لله. هي البطوله ورا وقلم صعبه، بس الحمد لله يعني بتعب الحمد لله بقينا كويسين جدا يعني، بقى نزلنا البطوله كانت سهله.